بسم الله. ده كده ان شاء الله باذن الله اول درس عندنا كونت 1 ليسون 1 في سنه خمسه، بيتكلم عن حاجه احنا خدناها اصلا السنه اللي فاتت، والناس اللي كانت معايا السنه اللي فاتت احنا بنشرح المنهج شرحنا الجزء ده بالرغم ان هو ما كانش عندك. ليه؟ عشان لما تكبر دلوقتي تلاقي الموضوع سهل شويه. تعال نفتكر عنوان الدرس، بيتكلم على الديسيمالز تو ذا ثاوزندس بليس. طيب انا عايز اعرف هو ايه الثاوزندس بليس ده؟ تعال نفتكر تاني ان بدايه الديسيمال احنا كنا واخدينها في الاول، ان مين هو الديسيمال؟ الديسيمال هو فراكشن، شكله الاساسي بيبقى فراكشن، بس الدينومينيتور بتاعه لازم يكون يا اما 10 يا اما 100 يا اما 1000 and so on. يعني so on يعني ممكن تبقى اي حاجه تاني 1 وجنبها زيروات. يعني ما ينفعش يا مستر تبقى 20. هو ينفع في حالات تقدر تعملها، تعمل حاجه في المساله وتكتبها ديسيمال، بس خلينا دلوقتي نتكلم في الاساس ان اي فراكشن تلاقي الدينومينيتور بتاعه يا عبد الرحمن 10 او 100 او 1000 خليك متاكد انك تقدر تحوله ديسيمال. ديسيمال 4 ازاي؟ تعال نشوف اول فراكشن مكتوب ايه. 2 اوفر 10. ال 2 اوفر 10 ده عباره عن ايه؟ عباره عن بيتزا متقسمه 10 قطع وانا اكلت منها قطعتين، يبقى ده معناه زيرو. ايه الزيرو ده؟ ده الهول. يعني ايه؟ يعني انا ما اكلتش ولا بيتزا كامله. لسه بقى اصبر، ما تقولش تن، ما تقولش مثلا، اصبر لحد ما نخلص وبعد كده قول لي مثلا اللي انت عايزه. اتفقنا؟ طيب ايوه مثلا. الزيرو هنا معناها ان مفيش هول خالص، وادي البوينت وادي التو. التو دي معناها ان انت اكلت كام قطعه؟ قطعتين. من عرفت منين ان في 10 قطع؟ البوينت موجوده بعد 1 ديجيت. كلام جميل. طب بص لدي، انا كده اكلت 1 هول وفور 4 بارتس من كام؟ ايه اللي عرفك؟ ما هو انت بتقول لي ان انا اكلت 14 بارتس من بيتزا متقسمه تن. ايه اللي حصل؟ ده معناه ان انت جبت البيتزا اللي متقسمه 10 قطع وخلصتها كلها ورحت جايب بيتزا كمان. البيتزا الثانيه اصلا متقسمه 10 قطع هي كمان، وبدات حضرتك تاكل منها كام بارت؟ 4 بارتس. بدات تاكل كام بارت؟ 4 بارت. فده يخليك تعمل ايه؟ تقول لي ان دي هي ال1 هول ودي 0.4، فلما يدخلوا الاثنين مع بعض يبقى النمبر اسمه ايه؟ 1.4. كلام زي الفل. بص للي جاي. اوفر 100 0. اكتب ايه؟ 0.28. ليه؟ 0.28. البيتزا متقسمه كام بارت؟ ايه اللي عرفني ان هي متقسمه 100؟ ان الدينومينيتور كام؟ 100. انا واكل 28 من ال 100 يبقى 0.28. بص معايا، ادي البيتزا اهي قدامك متقسمه 100 بارت، انت هتاكل كام؟ 28. ادي 10 كاملين و10 كمان وادي 5 و3، يبقى انت كده اكلت قد ايه؟ 28 من كام؟ البيتزا متقسمه 100. هل انت خلصت البيتزا كلها؟ عشان في ناس بتبقى فاكره يا مستر ده انا اكلت 28 بارتس. ايوه ما هي البيتزا 100 يعني قد كده. اهو بص، بص للشكل وانت تعرف انت خلصت قد ايه من البيتزا. بصوا للي بعده. ها ايه اللي مكتوب؟ 158 اوفر 1000. كده البيتزا بتاعتي متقسمه كام قطعه؟ 1000. وانا اكلت قد ايه؟ 158. تتكتب ازاي؟ البوينت هنا موجوده بعد كام ديجيت؟ ايه اللي عرفني؟ ال 1000. فلما اجي اكتبها هكتب ايه؟ 0. احنا دلوقتي قلنا ان البيتزا بتاعتي متقسمه 1000 بارت، فدلوقتي الدينومينيتور هنا 1000 خلاص، فده معناه ان البوينت محطوطه بعد كام ديجيت؟ 3 ديجيتس.
ولما اجي اكتبها هكتب ال 158 واحط 0 بوينت. خلاص كده؟ فانا عرفت دلوقتي ان البليز بتاعي، تعالى ناخد دي بقى كده هنا ونكبرها شويه ونبدا نتكلم عليها واحده واحده. هو ال 1 هنا مقصود بيها ايه؟ وان ايه؟ تنفس. يعني ايه وان تنفس او وان تنث بقى عشان مش هنحط اس؟ يعني ايه وان تنث؟ جزء من 10. ماشي. طب والفايف هنا؟ فايف هندرتس. يعني ايه؟ خمسة من بيتزا متقسمة 100. طب والايت؟ ثاوزنسس. يعني ايت من كام؟ من ثاوزن. يبقى خد بالك ان البليس ده، البليس المكان ده اسمه ايه؟ تنفس. وده هندرد وهنحط تي اتش اس، يبقى ده اسمه ايه؟ ثاوزند وهنحط التي اتش اس. خد بالك من اهم حاجه بالنسبه لي ان كل دول ديسيمال، كل النمبر اللي قدامك ده مش مكمل بيتزا اساسا، لان كل ده في الديسيمال بارتس، في الجزء بتاع الديسيمال. اما الهول هنا. طب المكان بتاع الزيرو ده اسمه ايه؟ اسمه ايه بقى المكان نفسه؟ وانس. صح. طب لو حطيت جنبه هنا 1 تنس اللي اخرها اس. خلاص كده الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي هيبقى اوضح شويه اول ما نبص على الشكل ده اهو. بص كده، ادي النمبر هو نفس اللي خدته السنه اللي فاتت. ماشي. مين اللي في النص؟ الديسيمال بوينت. كل ما تمشي يمين كده انت فين؟ في الديسيمال بار. كل ما تمشي شمال انت فين؟ في الهول بار. بص كده الهول بيبدا بايه؟ بونس، وبعد كده تنس، 100 ثاوزند او ثاوزندز اخرها اس. خد بالك ان كل دول بيتزا كامله، سواء 9 او 40 او 200 او 3000، ده بيتزا كامله. اول لما تيجي تبص الناحيه دي بقى في الديسيمال بارت، ده ايه؟ بارتس. اوت اوف 10 او اوت اوف 100 او اوت اوف 1000، يعني جزء من 100 او جزء من 10 او جزء من 1000. فدلوقتي ال5 هنا موجوده فين؟ تنفس. طب وال7 هندرتس. ال8 ثاوزندس. كلام جميل. ده اول حاجه احنا عايزين نثبتها. الحاجه الثانيه، ايه الفرق ما بين كلمه فاليو وبليس فاليو اللي قلناها؟ قلنا فاليو معناها اقرا الديجيت في مكان. فلما تيجي تقرا مثلا ال 9 هتقراها ازاي؟ 9 عادي. طب لما اقرا ال 4 40. طب لما اقرا ال 2 200. لما اقرا ال 3 3000. ده الفاليو. طب تعالى بقى نقرا ال 5 0.5 او 5 تنفس. طب لما تيجي تقرا ال 7 0.07، لان هي تتقري ازاي؟ 700 فس. طب وبالنسبه لل 0.008، يعني 8000 فس. كلام زي الفل. مش هنكتب بقى في البليس فاليو تشارت، خليها بقى نكتبها بالستاندرد فورم اللي هي بالديجيتس العاديه. اقرا معايا اول واحده 243. ايه بس اقفش الاند دي، ده مكان مين؟ مين اللي قبل البوينت؟ 243. يبقى انا هروح كاتب كده 253 عشان تبقى 253. اسف 243. وبعد كده مكان مين؟ ايه اللي بعده؟ ثانيه واحده بقى، انت بتقول لي دلوقتي 57000. اللي انا فاهمه ان البوينت موجوده بعد 3 ديجيتس، صح؟ بسبب كلمه ايه؟ لا، 1000. ما هي اند دي معناها ان في بوينت. طب البوينت موجوده بعد كام ديجيت؟ بص لاخر كلمه في المساله 1000، يبقى البوينت موجوده بعد 3 ديجيتس. طب انا عايز اكتب 57 وتبقى البوينت بعد 3 ديجيتس. ايه رايك كده؟ ليه؟ كده صح؟ انت عارف يا مينا بقى لو انت خدت الزيرو ده وبدات تقول لي انا عايز انقله هنا اقراها
برافو عليك. الزيرو كده ما بقاش ليه لازمه، فبقت ايه؟ 5700 سيس. وحتى لو عايز تقول لي هقراها بالزيرو هتقراها 570,000 سيس، لكن السؤال اصلا بيقول ايه؟ 57 ايه؟ 1000 سيس. يبقى دلوقتي 57 اهي قدامي و1000 سيس، لان البوينت موجوده بعد كام ديجيت؟ 3 ديجيتس. بص اللي بعده، ها 67,304 اند، اقفش اند اهي، ده مكان البوينت. تعالى نقرا اللي قبل البوينت، 67 في عيلة 1000، 67 كوما. تعال نشوف العيلة اللي ما تسماش ايه اللي موجود فيها، 304. اكتب 304 بوينت. ايه اللي بعدها؟ 800 سيس. يبقى البوينت موجودة بعد 2 ديجيتس، تتحط ازاي؟ 08. 100 100. عايز حد يحل التالتة معايا؟ يلا يا سين. 4 مليار بس. تعال نشوف ايه اللي موجود. 4 مليار. يبقى هكتب 4. لا الاول حط الكومه، ماشي كده. دي عيله ايه؟ المليار. مين اللي او البليون؟ مين العيله اللي قبلها؟ لا المليون موجوده. احط ايه؟ 3 زيرو. ما هي مش موجود، انت ما جبتش سيرتها. مين اللي بعدها؟ 1000. 500,000. اكتب ايه؟ يا جماعه هو اللي بيحل. 2 زيرو كوما. مين اللي عليه الدور؟ العيله اللي ما تسماش، جبنا سيرتها. يبقى نحط ايه؟ لا 3 زيرو الاول عشان تبقى العيله اللي ما تسماش اتكتبت، وبعد كده حط مين؟ اللي هي مكان كلمه ايه؟ اقرا بقى كده 6000 سيس. ما حدش ينطق، قول لي. برافو عليك، 2 زيرو وبعد كده ال 6. يبقى انت لما تيجي انت حتى تقرا النمبر ده عشان تاكد لنفسك، اقرا معايا كده. 4 في عيله المليون، 500 في عيله 1000، وال 6 موجوده فين؟ في ال 1000 سيس. تمام؟ ماشي. بصوا كده هنا، عايزني انا اللي اقل المساله بقى، اكتب بالوورد فور. ادي الوورد فور، ما هو كلمه وورد فور. انا عايزك تقرا دي ونبدا نكتب. مين؟ مين؟ يلا يا بلال. لا اقراها كلها يا حبيبي. لا دي مش 300. يا ولد الزيرو مش بيتقري، انا عايز اقرا الفري ديجيتس دول بس. اقرا دي 305. البوينت بتتقري ازاي؟ اند. اقرا الثلاث ارقام دول 183. ايه؟ ها هقول 10 ازاي؟ 1000 سيس. ليه؟ عشان البوينت موجوده بعد 3 ديجيتس. يبقى لما تيجي تقراها هتروح كاتب كده، عايزين نكتبها بقى بالانجلش. ها 305 اند، لا مفيش 1000، 305 اند ها 183. وادي كلمة 1000 سيس. السؤال اللي بعده، ها مين يقرا؟ يلا يا منى. ليه 1000؟ ليه 1000؟ هي ما بتتسماش عشان دي بوينت. 84 بس. 84 هو انت فاكره ان دي كوما؟ دي بوينت. ركزي. 84 اند 5000 سيس. تاني كده هنقول اهو 84 اند 5000 سيس. خلي بالك تاني بكرر اهو ان ال 84 هنا هول وال 5 دي 1000 سيس. ال 5 1000 سيس. السؤال اللي بعده،
مين يقرا النمبر ده؟ يلا يا نادين. three thousand. كويس، بصوا كده three thousand ها 24. ثانية واحدة 24 and ها 8. يا جماعة أنا مش لازم أبرق لكم عشان تنطقوا 8 ايه؟ أيوة، مش إحنا قلنا إحنا هنشوف البوينت موجودة بعد كام ديجيت؟ البوينت لو موجودة بعد ديجيت واحد بنقول كلمة 2 ديجيتس 3 ديجيتس بس. فأنت قلت هنا 3024 and 8 8 ايه بقى؟ ها تنفس. السؤال اللي بعده يلا يا أنس. ليه 1000؟ فين مكان البوينت؟ فين مكان البوينت؟ اهي خلاص. فالعيله دي العيله اللي ما تسماش عيله ال 1000، عيله المليون. يبقى هقول 12 مليون 2000 ثانيه واحده ها 340 اند 14 100 100 ثس. ليه قلت 100 ثس؟ عشان البوينت موجوده بعد 2 ديجيتس، يبقى هكتب كلمه ايه؟ 100 ثس. السؤال اللي بعده يلا يا استاذ مينا. 1 مليار. طب اصبر عليا انا لسه بكتب اهو. 1 مليار مش مليون 20 تمام and 86 هو قال ايه؟ هو اللي قاله صح؟ لا صح عشان بعد 3 البوينت بعد 3 ديجيت صح، لكن لو كانت بعد 2 ديجيتس بس كانت هتبقى 100 سيس. انت ما تعدش الارقام اللي مكتوبه، عد البوينت موجوده بعد كام، عشان في ناس بتقول لي بص يا مستر ما هو ال 8 وال 6 هم 2 ديجيتس بس ما قبلهم زيرو. يبقى ده معناه ان انا وانا بكتبها هقول 86 ايه؟ ها يا مينا؟ 1000 سيس. السؤال اللي بعده توماس. ركز يا توماس لو سمحت في السؤال ده. مليون تمام برو. ايوه لا ليه بتطقطقوا ليه؟ ما صح 700 مليون ها 1000 100 حاجه وقعت منك اند ما تنساش البوينت اسمها اند ايه 4 ايه بقى 10 برافو عليك. بصوا كده نقراها تاني مع بعض ها 700 مليون 200,000 100 and 4 10 100 100.